السلام الخوت، صافا تخونكيل. كاين حتى واحد الزنقة ابار انا. ما تيسمحو لينا نديرو شي دورة صغيرة، دونك ولكن الناس يحترمو هادشي. دونك سواء الناس متيخرجوش كاع، ولا الا خرجو تيخرجو سورتو بعدا فهاد القنتنا اللي فيه انا، حيت سورتو كاينش كومون دير شنو عربيه، دونك كاينش بزاف. دونك الخوت اليوم ولا هاد العشيه بغيت نهضر علاش لماذا 90% ديال المتداولين كيخسروا فلوسهم. علاش؟ دونك ابار الناس كيدابلو بواحد الطريقة ماشي عقلانية، تيكونو غير متبعين اهواء ديالهم، تيكونو تيلعبو بحال تيلعبو. دونك ابار هادشي كاين واحد العامل اخر بحال ايتورو. دونك حتى هو عامل كبير. دونك الانسان المتداول من بغي ديني بغي، واش كاين الريح واش كتسمعوني ولا مكتسمعونيش، المهم الانسان من بغي ديني بغي يبدا دونك هاد المغامرة، خاص اول حاجة يهتم ليها هي البروكرز ديالو. دونك خاصو يختارو ويختار بروكر اللي ما كي يديريش بزاف ديال الكوميسيون، العمولة تاعو ما تكونش كبيرة، ما حد عمولة كتكون قليلة، ما حد ممكن تعتبرو بروكر مزيان. خاصك تشوف بعدا عاوتاني ملي تبغي تخرج فلوسك واش ما تخلص والو ولا تخلص شي حاجة. المهم البروكرز اللي غادي تخلص اقل حاجة ممكنة عنده. علاش؟ حيت دابا خاص تفكر فيها غير بينك وبين راسك. البروكر شنو كيربح من عندك؟ شنو كيربح من عندك؟ كيربح هاد الشيء. خصو بنادم اول حاجه، ما خصوش بنادم يكون انسان واعر تيربح، خصو بنادم زعما اماتور عاد جاي باش يحط فلوس ويخسرهم في اكثر مده ممكن، زعما اقل مده ممكنه ويتلاح. دونك هو ما حدك خسرتي فلوسك، ما حدو هو رابح، تيربح الكوميسيون عاد تربح حاجة أخرى. قليل الناس اللي عارفينها، ماشي قليل مهم، ولكن بزاف الناس اللي ما عارفينهاش، أنهم ملي تكون عند أن بروكر راه ما كتكونش ديريكتومون أكسي ديال المارشي. تجيب لك الله أنت راه أكسي ديال المارشي، ولكن لا أنت راه ما أكسيديش المارشي زعما تاع لي زاكسيون ولا ديال لي زانديس ولا ديال الفوركس. أنت غير هو دير لك واحد بحال دير لك ان نيمولاتور، دير لك ان سيمولاسيون عنده هو. دونك الا ربحتي شي حاجه راه كيخرجها لكم من جيبو، ماشي كيجيبها من فلوس واحد اخر. دونك هو غادي احسن حاجه ليه هو تخسر، الا خسرتي راك مزيان. وعلاش كيمشيو كيديروا دي كومباني، باش يديروا حملات ديال الاعلان ديال الماركتينغ، بحال الحمله ديال امين راغب. هذيك كانت حمله موجهه للمغاربه باش يدخلوا الايطورو ويخسروا فلوسهم في الايطورو، وانا كنت اول من الناس اللي تصيدوا. ولكن دابا المهم بحثت وعرفت، باقي عاقل في 2015 يمكن دار فيديو تيقول لك وي خاصك
خاصك سميتو خاصك خاصك زعما تاخذ دي بوزيسيون ديال جوجل وديال ابل وديال فيسبوك، هاد الشركات الناجحه وغادي يطلعوا وغتربح فلوس وكذا، وتوري واحد تقول لك انا راني ربحت عشرات الملايين من ايتورو، ها انتم شوفوا الكونت ديالي ايتورو صيفط لي عشرات الملايين. صافي انا شفتها قلت واو قلت واو وات ذا فاك، هادشي زوين هادشي. عاد تيقول لك الناس الاكثريه تيسحب راسو، كلشي الناس غالبا تيسحبوا راسهم راهم اذكياء على الناس الاخرين. انا قلت صافي واو صافي انا غادي نمشي غادي نفرقع في السون، انا ملياردير في عامين ولا في عام شيبا. عاد تيزعموك بزاف د الحوايج. دونك هذا كان غير قوس محليتو على ايطورو، ولا داك امين راغب اللي كان تحداه يورينا هيستوريك ديال داكشي اللي دارو في التريدين. المهم دار حمله اشهاريه وخدمنا فلوس ولكن كذب فيها، هادشي هو المشكل. المهم ماشي مشكلة الفلوس تربح، ولكن المشكلة انه كذب وقال انا. المهم بالنسبة لي راه كذب، اذا كانت شي حاجة من غير الكذب يورينا الحجة. دونك هاد القضية بغيت نفهم. المهم الانسان خاصو يعرف واحد القضية على التريدين، ان شنو هو التريدين. دابا انا انت غتحط 100 درهم وانا غنحط 100 درهم، ياك اش غتقول؟ انت غتقول ان باغ اكزومبل نقولوا ان المهم غناخذوا افتراضا ان ايترو ديال بون سا سان اكزومبل ديال ليسونس وديال البترول ديال 100 درهم، انا غنحط 100 درهم وانت غتحط 100 درهم. انا غنقول الى طلع انا غنقول انه البترول غيطلع ب 100، غيطلع المهم غيتزاد الثمن تاعو. انت غتقول لا البترول غادي يهبط الثمن تاعو، نفرضوا البترول هبط الثمن تاعو ب 10 دراهم، نقول البترول ديال 90 درهم، دوك انت غتربح 110 دراهم نورمالمون، خاصك انت تربح 110 دراهم وانا نخسر 10 دراهم تبقى لي 90 درهم، دونك انت 110 دراهم وانا 90 درهم. ولكن في الواقع ماشي هادشي اللي كيوقع. علاش هادي شنو نسميوها؟ تنسميوها هاد زيرو جيم، سافو دير داك الشيء اللي ربحتي انت تنخسرو انا، وداك الشيء اللي ربحتو انا كنخسرو انت. حتى واحد ما ربح حتى واحد ما خسر، حتى واحد ما ربح حتى واحد ما خسر، الفلوس يبقاو هما مجموعين 200 درهم غتبقى هي من بيناتنا. داك الشيء المهم راه فهمتوني، داك الشيء اللي ربحت انا راه غتخسرو انت، ولا داك الشيء اللي خسرتو انا غتربحو انت. ولكن في الواقع شنو في الواقع التريدين شنو كاين؟ وقع التريدين انه انت ما كتربحش 110 دراهم، انت كتربح وغادي نقولوا تربح حتى 105 دراهم، وانا كنخسر 15 درهم. يعني انا غتبقى عندي 85 درهم وانت كتولي عندك 105 دراهم، واحد 10 دراهم كتمشي 10 دراهم، ما بقاش حسبش مزيان، ولكن 10 دراهم ولا 20 درهم كتمشي عند البروكر. دونك في الاخر شكون اللي رابح هاد الفيلم كامل؟ رابح البروكر، وفي اي بوزيسيون كتحل انت ونحل انا تيربحوا لي بروكر. ولا جيتي دير البخوبه بالنسبه لواحد لون تيرم، راك غالبا غتخسر،
الا كنتي زعما ما كاينش ديك 50% 50% ماشي 50% 50% دونك انت راك تدخل ديجا خاسر حيت تخلص واحد الكوميسيون. شي بغيت نفهم الدراري دونك الانسان الا بغى ينجح في التريدين خاصو واحد خاصو يكون توب ديال التوب ديال التوب عاد باش ينجح في التريدين. دونك هادي مغامرة والانسان اللي ما بغاش يخسر فلوسو زعما ما يزعمش فيها غير المهم الانسان الا بغى يدخل على هادشي خاصو يكون مستعد يخسر فلوسو ويكون اول حاجة مستعد زعما عقلانيا و كومون دير ايموشنيلمون في جميع النواحي وعنده ان سيستم كومون دير استراتيجي او لون تيرم. واخر حاجه بغيت نقول المهم نكمل في هذا الفيديو حتى الدراري اخرين وغنتريتي دي كومون دي سوجي اخرين. اوكي وصلت واحد عمي دخلت المقبره ديال النصارى شتما ليكم شتما ليكم شيبا هي هذيك اللي في الجنب واحد النهار بغيت ندخل ليها كتكون خاوية ديجا بغيت ندخل لقيت الباب مسدود مي بون دابا تكون مسدودة اصلا. صاوب الدراري تهلاو ولا عندكم دي كيستيون حطوهم ليا.